انتهى دوري المحترفين بنسخته الأولى بخطف فريق الشرطة الدرع عن جدارة واستحقاق، محافظا على لقب الموسم الماضي بعد أن قدم مستوى كبيرا استطاع فيه تجاوز منافسه التقليدي القوة الجوية الذي تصدر الدوري لأسابيع طويلة. إدارة الشرطة بذلت جهدا كبيرا وملموسا إزاء الحفاظ على لقب الدوري بعد جهد جهيد رغم التعاقد الأول غير المدروس في بداية الدوري مع المدرب التونسي شهاب لي الذي لم يفلح في قيادة سفينة الفريق نحو المنجز، لكنها عادت لتصحح المسار وتتعاقد مرة أخرى مع المصري مؤمن سليمان الذي استطاع بفضل دعم الإدارة ومستوى اللاعبين من تحقيق درع دوري المحترفين باستحقاق وامتياز. ولا ننسى دور وزارة الداخلية ودعمها اللامحدود لكافة رياضيي النادي، حيث أغدقت الوزارة جميع الأموال التي كانت السبب الرئيس في تحقيق اللقب، كما وساهم الاستقرار الإداري بالحفاظ على نوعية اللاعبين المميزين محليين ومحترفين الذين ساهموا بإحداث نقلة نوعية في الأداء والنتائج. القيثارة الخضراء يستعد قريبا للمواجهة الآسيوية القادمة ممثلا عن الكرة العراقية، كذلك ستبدأ خطوات الفريق الأخضر بالاستعداد لمباريات دوري المحترفين بعد تعاقدها مع المدرب القديم الجديد أحمد صلاح الذي كانت له اليد الطولة في الحصول على لقب الدوري في الموسم قبل الماضي. وتبقى جماهير القيثارة الخضراء على موعد مع تحقيق منجز آسيوي وآخر محلي عبر الاستحقاقات المقبلة للفريق.